أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، هذه نشرة الأخبار من قناة الغد المشرق، والبداية بأبرز العناوين. التحالف العربي يوجه ضربات موجعة لمعسكر الأمن المركزي في صنعاء وخسائر لميليشيات الحوثي في مأرب والساحل الغربي. في فضيحة أممية جديدة، الميليشيات الحوثية تحصل على 1.5 مليون دولار كمساعدة عاجلة لنزع الألغام. واستعدادات مكثفة لإقامة فعالية مليونية لدعم التحركات الشعبية وانتزاع حقوق حضرموت. أعلن التحالف العربي تنفيذ 36 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب خلال الساعات 24 الماضية، وأسفرت عن مقتل 310 عناصر وتدمير 28 آلية عسكرية. هذا وأعلن التحالف العربي تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي. وكشف التحالف عن تناثر شظايا المسيرة التي تم إسقاطها بمحيط مطار أبها دون وقوع إصابات، كما أكد رصد مصدر التهديد والعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين. وكان التحالف العربي أعلن في وقت سابق استهداف معسكر الأمن المركزي في صنعاء بضربات موجعة أدت إلى تدمير 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة في المعسكر. وقال التحالف إن العملية جاءت استجابة فورية بعد تدمير طائرة مسيرة أطلقت نحو جازان، مشددا على أن استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني. قالت القوات الحكومية إن جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مأرب شهدت معارك عنيفة خلال الساعات الماضية تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة. ونشر المركز الإعلامي للقوات الحكومية مقاطع لجانب من المعارك الليلية التي تخوضها إلى جانب القبائل ضد الميليشيات الحوثية جنوبي مأرب. وبالتزامن شن طيران التحالف عدة غارات استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في مواقع متفرقة جنوب وغرب مأرب. أفشلت القوات المشتركة محاولات ميليشيات الحوثي إعادة ترتيب دفاعاتها بمديرية الجراح جنوب الحديدة وكبدتها خسائر بشرية ومادية. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات دفعت بتعزيزات إلى الجراح وحاولت الانتشار في نسقها الدفاعي جنوبا وسرعان ما انكسرت أمام القوات المشتركة. كما أكدت القوات المشتركة تدمير 3 آليات أثناء الاشتباكات، إحداها كانت تحمل ذخائر. كشفت ميليشيات الحوثي عن حصولها على 1.5 مليون دولار من الأمم المتحدة بذريعة تنفيذ برنامج لنزع الألغام. وتؤكد تقارير حقوقية دولية أن الميليشيات مسؤولة عن زرع قرابة 3 ملايين لغم لا يزال أغلبها في الطرقات والمزارع ووسط الأحياء السكنية. زراعة الألغام تجارة موت تمتهنها الميليشيات الحوثية ببراعة لانتزاع أرواح المواطنين العزل. فمؤخرا أقرت ميليشيات الحوثي بحصولها على ما يقارب 1.5 مليون دولار من الأمم المتحدة بذريعة تنفيذ برنامج لنزع الألغام. وعلى الرغم من معرفتها بأن الميليشيات هي الطرف المسؤول عن زرع الألغام في مناطق مختلفة من اليمن لا سيما في الساحل الغربي، هذا الدعم المستمر يأتي من قبل منظمة الأمم المتحدة للإنقلابيين تحت مسمى المساعدة في نزع الألغام، مساهمة منها في تكثيف زراعة الألغام والعبوات الناسفة، ولتكشف عن تماهن أممي مع الميليشيات الإرهابية من أجل إطالة أمد الصراع في اليمن. وهو ذات الأمر الذي أقره المدعو عبد المحسن الطاووس المعين من قبل الميليشيات أمينا عاما لما يعرف بالمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، أنهم اتفقوا على تخصيص 1.5 مليون دولار كمساعدة عاجلة للإسراع في نزع الألغام، في اعتراف يكشف عن الدعم المتواصل الذي تقدمه الأمم المتحدة للميليشيات الإرهابية في هذا الجانب.
الأمم المتحدة سبقت وأن قدمت دعما للميليشيات الحوثية في عام 2019 تحت هذه الذريعة، لكن الميليشيات استخدمت ذلك الدعم تباعا في أعمال وتوسيع دائرة زرع الألغام بالمناطق المأهولة بالمدنيين، خاصة في محافظات الحديدة، تعز والجوف، والتي دائما ما يسقط فيها العشرات من الضحايا بشكل يومي. وبحسب المصادر، فإن الألغام الحوثية راح ضحيتها 79 شخصا في 7 محافظات خلال 55 يوما الماضية، من بينهم 32 شهيدا و47 جريحا، ومن بين إجمالي الضحايا قرابة 19 طفلا و7 نساء. وتؤكد تقارير حقوقية ومتخصصة أن الميليشيات الحوثية مسؤولة عن زرع قرابة 3 ملايين لغم وعبوة ناسفة، لا تزال أغلبها مزروعة في الطرقات وكذلك المزارع ووسط الأحياء السكنية. وينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة عدن العميد جميل المعمر، الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد، أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، ما الذي يجبر الأمم المتحدة على دفع هذا المبلغ الكبير للميليشيات الحوثية، وخاصة أن لديها تجربة سابقة مع الميليشيات التي تقوم بتحويل هذه المبالغ لدعم مجهودها الحربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فأعتقد نحن تحدثنا مرارا حول الدعم الأممي للميليشيات الحوثية، سواء عبر الطائرات التي تأتي وتوصل مسؤولين إيرانيين وقيادات إيرانية ومن حزب الله للميليشيات الحوثية، والتي تعمل على تدريب الميليشيات الحوثية. وخير دليل على ذلك كان حسن إيرلو الذي وصل إلى العاصمة صنعاء على طائرة أممية. الشيء الآخر، عندما نتحدث عن الدعم الخاصة بالميليشيات الحوثية، نحن نعلم أن ذلك يجري منذ أكثر من 5 أعوام عبر برنامج الأمم المتحدة، وعبر برنامج أيضا البرامج الأخرى، منها نزع الألغام، منها التوعية بمخاطر الألغام، ومنها العديد من المشاريع التي حاولت من خلالها الأمم المتحدة دعم الميليشيات. ولاحظنا أيضا العربات التي تم تسليمها لميليشيات الحوثي تحت مسمى نزع الألغام، ولاحظنا أيضا تقرير الميليشيات الحوثية وبثها عبر قناتهم عن المعامل التي تقوم بتصنيع الألغام، والتي اكتشفناها في أغلب المحافظات وأغلب المديريات التي تم تلغيمها، وهي عبارة عن تصنيع محلي. لذلك هذا يؤكد أن الأمم المتحدة هي جزء من المعضلة التي يعاني منها الشعب اليمني، وهي جزء من عملية تفخيخ وتلغيم اليمن بالتعاون مع الميليشيات الحوثية عبر عدة برامج وعبر عدة مسميات. لاحظنا حتى المواد الإغاثية التي كانت تصل للميليشيات الحوثية، اشترطت الميليشيات أن يتم إيصالها كمساعدات مالية، واستجابت الأمم المتحدة لهذا الطلب، والآن يتم إيصالها مبالغ مالية استغلتها الميليشيات في دعم الجبهات وفي دعم مقاتليها وفي التحشيد. نعم. طيب سيادة العميد، الميليشيات زرعت قرابة 3 ملايين لغم وعبوة ناسفة، وهو رقم كبير جدا إن لم يكن الأكبر في تاريخ البشرية. فما الذي ترتجيه الأمم المتحدة من مثل هكذا دعم لمجموعة خارجة عن الدولة في المقام الأول؟ للأسف الشديد هذا التساؤل الشعب اليمني كله يتساءله، لماذا هذا الدعم لهذه الميليشيات؟ نعم، هذه الميليشيات اليوم يا عزيزتي أوصلت اليمن إلى المركز الأول عالميا من حيث عدد الألغام المزروعة في دولة واحدة. أعتقد أن اليمن يعني تعاني من معضلة حروب المناطق الوسطى في السبعينيات وبداية الثمانينيات، وذلك عبر زراعة 10,000 لغم. اليوم نتحدث نحن عن 3 مليون لغم أرضي وفردي، بمعنى أننا لا يمكن لنا أن نتشافى من هذه المعضلة ولو بعد عشرات السنين. إذا كنا حتى اليوم ما زلنا نعاني من مشكلة 10,000 لغم الذي زرع في مناطق أبو المناطق الوسطى، فما بالك عندما يكون 3 مليون لغم. التقرير البريطاني تحدث في فترة سابقة تم بثه عبر إحدى الصحف البريطانية أن محيط الحديدة تقريبا وصل عدد الألغام المزروعة فيها إلى 1 مليون لغم في محافظة واحدة، فما بالك بقية المناطق كتعز والضالع وبقية المحافظات من الجوف ومأرب وغيرها في صعدة وكل هذه المناطق. بمعنى أننا أمام كارثة
ستطال الشعب اليمني عبر الأجيال القادمة وعبر الأعوام القادمة. نعم. طيب، وبالرغم من هذه التقارير التي ذكرتها سيادة العميد، يعني لماذا هذا الصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي على سلوك الميليشيات الحوثية إزاء ما تقوم به تجاه الشعب اليمني؟ طبعا المجتمع الدولي اعتقد انه يشاهد كل ما يحدث وكل هذه الخروقات من قبل الميليشيات الحوثيه. المجتمع الدولي قدم الكثير للميليشيات الحوثيه، اعتقد كان تعاون الامم المتحده في تسيير رحلات الى صنعاء وغيرها كما تحدث سابقا. هناك الكثير من الدعم يقدم للميليشيات الحوثيه، لا ندري ما هي المبررات وما هي الاسباب وما هي الفوائد التي تعود على الأمم المتحدة في دعم مثل هذه الجماعة الإرهابية التي كان يجب على المجتمع الدولي أن يصنفها كجماعة إرهابية، لا أن يقدم بها تسهيلات ودعم من أجل استمرارها ومن أجل أيضا الإضرار بالشعب اليمني من خلال التفخيخ والتنظيم التي تقوم بها هذه الميليشيات. لكن هذه الأسئلة تبحث عن إجابة من قبل مسؤولية الأمم المتحدة التي تتعاون بشكل دائم مع هذه الميليشيات، والتي قدمت الكثير والكثير من أجل أن تستمر هذه الميليشيات في الإضرار بالشعب اليمني ودول الجوار. شكرا جزيلا لك العميد جميل المعمر، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. صادرت السفن الأسطول الخامس الأمريكي قرابة 1400 بندقية هجومية من قارب صيد في شمال بحر العرب. وأوضحت البحرية الأمريكية أن التقييم الأولي يشير إلى أن القارب منشأه إيران، وقد عبر المياه الدولية على طول طريق يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى ميليشيات الحوثي في اليمن. وأشارت إلى أن التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الميليشيات ينتهك قرارات مجلس الأمن. قال وزير التخطيط والتعاون الدولي وعد باذيب إن البنك الدولي وافق على تقديم منحتين ماليتين لليمن بإجمالي 170 مليون دولار لتنفيذ مشروعين هامين وحيويين. وأوضح باذيب أن المنحتين ستدعمان مشروعين هما المرحلة الثانية من المشروع الطارئ الثاني للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، ومشروع جديد للطرق الريفية لإتاحة ممرات حيوية لإيصال الغذاء إلى الفئات الأشد احتياجا وتحسين ربط المزارعين بالأسواق. أعلن برنامج الغذاء العالمي عزمه تقليص مساعداته المقدمة لملايين اليمنيين بسبب نفاذ الأموال اللازمة لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية لنحو 13 مليون شخص في اليمن. وأكد أن هذا التخفيض في المساعدات جاء في أسوأ وقت ممكن بالنسبة للأسر اليمنية. اعتبارا من كانون الثاني يناير، ثمة 8 ملايين يمني مهددون بتقليص حصصهم الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي. دق البرنامج ناقص الخطر وأكد أن مخزونه ينضب بشكل خطير وتستنفذ ميزانيات الأزمات الإنسانية حول العالم بسبب نقص التمويل. يقول برنامج الغذاء العالمي إن العائلات ستحصل بالكاد على نصف الحد الأدنى من الحصص الغذائية اليومية التي يقدمها، بينما سيواصل تقديم الحصص الغذائية الكاملة لخمسة ملايين يمني معرضين لخطر الانزلاق إلى ظروف المجاعة. البرنامج يحتاج بحسب ما أعلن إلى أكثر من 800 مليون دولار لمواصلة مساعدة الفئات الأكثر ضعفا في اليمن حتى شهر أيار مايو، وهي الفئات التي تشمل 16 مليون شخص يواجهون الجوع و2 مليون معرضون لخطر سوء التغذية بسبب حرب ميليشيات الحوثي الانقلابية. ويطالب بالدعم العاجل حتى يتجنب إجراء تخفيضات أكثر حدة، بما في ذلك تقليل علاج سوء التغذية وكذلك التغذية المدرسية بالنسبة للأطفال، ويحذر من قطع الناس عن برامج المساعدات الغذائية تماما. التخفيض هذا يأتي في وقت تحيط فيه الأزمات باليمنيين من كل جانب، فثمة تدهور في قيمة الريال اليمني وانعدام للرواتب في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية بقوة السلاح، وانتشار الفقر وسوء التغذية وتفاقم معاناة النازحين بسبب تصعيد الميليشيات ذاتها في محافظة مأرب، ما يعني موجة جديدة من المعاناة تنتظر اليمنيين، سيما في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تشهده البلاد.
أعلن محافظ حضرموت فرج البحسني تأييده لمطالب أبناء حضرموت ووقوفه إلى جانب الهبة الشعبية. جاء ذلك خلال لقائه مع قيادة وأعضاء اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام، حيث أثنى المحافظ على التحام رجال القبائل واصطفافهم من أجل مطالب حضرموت وترك كافة الانتماءات الحزبية والسياسية والقبلية وتغليب مصلحة المحافظة على كافة المصالح. هذا وتجري الاستعدادات المكثفة لإقامة فعالية مليونية في مدينة المكلا يوم السبت المقبل، حيث تمثلت تلك الاستعدادات بعقد عدد من اللقاءات بهدف الحشد الجماهيري. كآخر خطوات التصعيد حتى الآن، مليونية جماهيرية تحتضنها مدينة المكلا السبت القادم، أقرها المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت. المليونية تهدف إلى دعم التحركات الشعبية لانتزاع حقوق حضرموت، كما لها أهداف أخرى. اليوم نقول أنه أبناء حضرموت يعهدوا الشهداء كاملا بإكمال مشوارهم. نحن في القيادة المحلية ندعم هذه الهبة وندعم مطالب أبناء حضرموت، ونتمنى من أبناء حضرموت كاملة قاطبة أن ينزلوا يوم السبت في الفعالية الكبرى التي دعينا إليها لدعم الهبة الحضرمية وتنفيذ اتفاق الرياض ومكافحة الفساد. يجب أن يوضع حد في الفساد ساحلا قبل الوادي، الوادي محتل، وأيضا تحرير الوادي والمطالبة بالنخبة الحضرمية. ندعو كل الشرائح وكل الناس وكل المراكز وكل المديريات للزحف إلى المدينة للمشاركة في هذه الفعالية الكبرى، وإن شاء الله النجاح حليفنا دعما للهبة الشعبية وللشباب المرابطين في النقاط، ونتمنى التوفيق والنجاح. لقاءات واجتماعات متواصلة للتحضير للفعالية المليونية تجريها قيادة الانتقالي بحضرموت. النقابات ورجال الهبة الثانية وقطاع المرأة من بين تلك اللقاءات، إلى جانب زيارة رسمية لمنزل أسرة شهيد الهبة الحضرمية الأولى عمر بازنبور. نقول للجماهير عليهم يتحركون، يطرحون يداتهم فوق يدات أخوانهم، شفت، ويرصون صفوفهم إلى النقاط، شفت المراكز هذا، وعليهم أن يحضروا في المسيرة حق يوم السبت بإذن الله. وهذا دليل واضح أن نعطي صورة للناس الآخرين أن أبناء حضرموت هم يد واحدة. بنخرج كيف؟ بنخرج مشان حقوقنا المنهوبة. حقوقنا منهوبة، تمر القواطر من حوالينا ونحن نشاهدها ونموت من الجوع ومتضررين، والأسعار كل يوم في ارتفاع، والمواد الغذائية والمشتقات النفطية في غلاء كل يوم. هذه الحكومة يعني إلى ممكن يعني ما تشبع هذه الحكومة، كفاية لهنا كفاية. انتزاع حقوق حضرموت وحماية ثرواتها ومكافحة الفساد وبسط النخبة الحضرمية سيطرتها على المحافظة، رسائل أراد الانتقالي في حضرموت من خلال المليونية إيصالها للداخل والخارج. لقناة الغد المشرق، محسن البحيث، المكلا. وينضم إلينا عبر الهاتف من حضرموت الناشط السياسي محمد بامزعب. سيد محمد، مساء الخير. إذا حدثنا عن الاستعدادات التي تقوم بها اللجنة التحضيرية التي تهدف إلى دعم التحركات الشعبية لانتزاع حقوق حضرموت. مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين أينما كانوا. طبعا التحضيرات على قدم وساق من اللجنة التحضيرية في المجلس الانتقالي، وأيضا من الوجهاء والأعيان في حضرموت، وكل الشباب وأبناء حضرموت كلهم جاهزون بإذن الله تعالى إلى مليونية سوف تكيد الأعداء وتفرح الأحباء يوم السبت القادم. ها هي حضرموت وهذه هي المكلا كما عودتنا دائما ستكون في الموعد بإذن الله تعالى. وأبناء حضرموت لا يحتاجون إلى أن يوجه لهم دعوة، فهم دائما السباقون إلى الأعمال هذه من أجل الوطن ومن أجل حضرموت خاصة.
طبعا دعما لهذه الهبة الحضرمية الصادقة. نعم أقول الهبة الحضرمية الصادقة، لأن من يتزعم هذه الهبة رجال صادقون أوفيا من أجل حضرموت، والهبة مستمرة بإذن الله تعالى، وما كل ما تحتاجه الهبة هو وقوف الشعب إلى جانبها، وقد أثبتوا الشعب في سيئون وفي تريم في الأسبوع الماضي وقفتهم الكاملة، وسيرى الجميع بأم عينهم ماذا سيكون في المكلة يوم السبت القادم. نعم ستكون حشودا مزلزلة، ستخلو البيوت من أهلها وسيخرجون جميعا ليقولون نعم للهبة الحضرمية الصادقة، نعم لدعم أبناء حضرموت لاستعادة حقوقهم كاملة، نعم لتكون حضرموت وحدة واحدة، حضرموت كتلة واحدة، حضرموت منطقة عسكرية واحدة، لا لوجود الغرباء في وادي حضرموت. طيب سيد محمد، اللافت في هذا التجمع مشاركة قطاع المرأة والتي تعتبر الركيزة الأساسية في إنجاح أي عمل، فما تعليقك؟ المرأة في حضرموت هي كما تعلمون الجميع، المرأة هي نصف المجتمع، هي الأخت والزوجة والأم، هي طبعا تاجا على رؤوسنا، المرأة دائما في المقدمة وخلف كل رجل عظيم أمره، وأبناء حضرموت كلهم رجال وخلفهم نساء صامدات بإذن الله تعالى. طيب ما هي رسالتكم إلى البعض الذي ربما يحاول تسييس مطالب أبناء حضرموت وإخراجها من كونها مطالبة حقوقية بحتة إلى مطالب سياسية؟ البعض مع الأسف الشديد، البعض هناك لهم مصالحهم ضيقة، والبعض يسمونه هنا في حضرموت يسمونهم عشاق الرطيب، يعني أي أنهم لا يستطيعون العيش إلا تحت الإذلال. أبناء حضرموت الشرفاء لا تشملهم هذه الأسماء التي ذكرتها، أبناء حضرموت الشرفاء سترونهم في الميدان، وأبناء حضرموت الشرفاء هم المرابطون هناك في النقاط تحت برد قارص ودرجة الحرارة تصل أحيانا إلى درجة الصقيع، هم ينتظرون الدعم الآن من أخوانهم في ساحل حضرموت لكي يرى الجميع أن حضرموت هذه هي حضرموت، تدعم الهبة والهبة مستمرة وقائمة حتى تلبية جميع طلبات أبناء حضرموت. ونرجو كل ما نرجوه من الذين لا زالوا يشككون في ذلك أن يلزموا الصمت، فهو أفضل لهم. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كان معنا عبر الهاتف من المكلة الناشط السياسي محمد بامزعب. أكد الرئيس اليمني عبد الرب منصور هذه أهمية التوافق الاستراتيجي مع السعودية لمواجهة التمدد الإيراني ودعم اليمن. جاء ذلك خلال استقبال هادي نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الذي أكد بدوره موقف المملكة الداعم لليمن والتزام التحالف بقيادة السعودية بدعم الحكومة والشعب اليمني ومواصلة الجهود للتوصل إلى حل سلمي يلبي تطلعات الشعب اليمني ويحافظ على أمن المنطقة. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. استمرار فعاليات معرض تعز الرابع للكتاب ومعرض الفنون التشكيلية الأول. من جديد أهلا بكم. أعلنت شركة النفط في عدن عن خفض سعر مادة البترول، وذلك تماشيا مع انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملات المحلية. وأقرت الشركة في بلاغ لها بيع اللتر الواحد لمادة البنزين ابتداء من صباح اليوم الخميس ب 660 ريال، فيما تباع صحيفة أو صفيحة العشرين لتر ب 13,200 ريال يمني. وأكدت الشركة أن التخفيض الجديد في سعر البترول يأتي للمساهمة في التخفيف عن كاهل المواطنين. تتواصل فعاليات معرض تعز الرابع للكتاب، حيث يضم المعرض الأول للفنون التشكيلية ومرسما للأطفال، كما يتضمن المعرض أيضا عروضا مسرحية وندوات فكرية ومهرجانات فنية، إضافة إلى توقيع العديد من الإصدارات. تعز
التي عرفت بعاصمة الثقافة رغم الحرب والحصار لا تزال تتصدر المشهد الثقافي اليمني تحت شعار العالم يرسم في اعتزاز الثقافة والسلام. افتتح مؤخرا المعرض التشكيلي الأول بمشاركة يمنية وعربية ضمن معرض تعز الرابع للكتاب، والذي يحتضن برنامجه الثقافي منتزه التعاون السياحي إلى نهاية الشهر من ديسمبر الجاري. شاركت في معرض وشاركت بهذه الرسمة تعني عن الحصار عن تعز ومعاناة الأطفال في تعز، من ضمن يعني ما يقدروش يخرجوا يعملوا أي حاجة من القناص وأي حاجة. هذه الرسمة الدول يعني واضح تعبيرين عن تعز. الجميل في هذا المعرض أنه جمع أكثر من فنان أكثر من محافظة داخل اليمن، وأكثر من مشارك دوليا من المغرب والسعودية ومصر. ومن خلال مشاركتي في هذا المعرض حببت أن أوصل رسالتي للعالم بأن رغم الحرب الذي نعيشه ورغم الأوضاع والمعيشة السيئة التي نعيشها الآن في اليمن، إلا أن ما زلنا نبدع. 14 كتابا وإصدارا جديدا لهذا العام في معرض تعز الرابع للكتاب. من الإصدارات الجديدة مجموعة شعرية متكاملة للشاعر سلطان السريمي، وأخرى لعدد من الشعراء والأدباء، حيث ستشهد الأيام القادمة ضمن فقرات وبرنامج المعرض الثقافي عروضا مسرحية وفنية وندوات فكرية وأدبية وغيرها. تعز لازالت هي تعز الثقافة، تعز الفن، تعز الجمال، تعز الإنسان. مهما كان هناك أو ضفت قليل من الإيجابيات على هذه المحافظة، تظل المحافظة هي الأقوى بالنسبة للثقافة، بالنسبة للفن والفنون في الجمهورية اليمنية. في ظل هذه الأوضاع الصعبة وهذا الحصار الخانق التي تفرضه ميليشيات الحوثي على محافظة تعز، ما زالت تعز توصل رسالتها إلى العالم أجمع بأنها ما زالت عاصمة الثقافة وستظل. في هذه اللوحة وغيرها من اللوحات الفنية في المعرض التشكيلي تحاكي العالم عما تعانيه تعز من أوجاع ومن مآس نتيجة لاستمرار الحرب والحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على المدينة والمدنيين منذ 7 سنوات، كما تكشف عن وجه تعز الحقيقي الذي كانت عليه ولا تزال رغم الحرب محبة للسلام متمسكة بالثقافة والأمل. رمز مختار لقناة غد المشرق تعز. أما الآن نتابع وإياكم آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا عالميا. حذر مدير منظمة الصحة العالمية من أن إعطاء الجرعات المعززة المضادة لكوفيد 19 لن يكون كافيا لتجاوز الوباء. وقال غبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الجرعات المعززة ليست ضوءا أخضر للاحتفال بالانتصار على الوباء كما سبق أن توقع الجميع. وأضاف أن برامج تعزيز من دون تمييز قد تؤدي إلى إطالة أمد الوباء بدل وضع حد له، وذلك عبر تحويل اللقاحات المتوافرة إلى بلدان ذات نسبة تلقيح عالية. أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الاستخدام الطارئ للأقراص المضادة لكوفيد 19 من مختبرات فايزر للمرضى المعرضين لخطر عال والذين يبلغون 12 عاما فما فوق. العلاج الذي تسوقه فايزر باسم باكسلوفيد هو عبارة عن حبتين تؤخذان مرتين يوميا لمدة 5 أيام من تاريخ تشخيص المرض ول5 أيام بعد ظهور الأعراض. وتساهم هذه الحبوب في خفض حالات الاستشفاء والوفيات لدى المعرضين للخطر بنسبة تناهز 90% إذا تناولوها خلال الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض. وفي أخبار الرياضة المحلية اختتمت في المكلا منافسات بطولة التايكواندو للأندية التي احتضنتها منشأة الفقيد صالح بن دغار بنادي شعب حضرموت، وذلك ضمن الفعاليات الرياضية لمهرجان حضرموت الرياضي. تتويج لنادي وحدة المكلا في بطولة التايكواندو للأندية بعد حصده 52 نقطة في المنافسات النهائية لبطولة التايكواندو بالمكلا. طبعا هذه البطولة ضمن المهرجان الحضرموت الثاني،
ونحن طبعا سعيدين جدا ان تكون تحتضن الأنيس الانتقالي هذه البطوله والتي يعتبر البطوله الثانيه تحت اطارهم. ونحن كفرع اتحاد التايكوندو نلبي اي بطولات نقيمه تحت اي اشراف اي جهات مختصه. افرزت هذه البطوله مجموعه من الشباب الواعدين في هذه اللعبه، نتمنى لهم مستقبل باهر ان شاء الله. طبعا نحن نعلم بدينا في لقاءاتنا مع الاتحاد ومع الفروع وجدنا انه في هنا خلل موجود، ما فيش ذاك الدعم من قبل الحكومه لانتشال هذه الرياضه في حضرموت ابدا، بالتالي يعني نحفز نحن كمجلس انتقال نحن نضع في خططنا كيفيه تطوير هذه الالعاب، كيفيه دعم هذه الشباب في السباحه، في الرياضه، في الجري، في كره الطائره، في كره السله. هذا الحدث الرياضي شارك فيه اربعه انديه رياضيه. فريق التضامن حل في المركز الثاني ب 29 نقطه. وجاء في المركز الثالث نادي هلال فوة بأربع عشرة نقطة، فيما حل في المركز الرابع فريق نادي المكلا بإحدى عشرة نقطة. يعني روعة، يعني حسيت أنه قدمت شيء بجهد التمارين واللي قدمته في شهر مضت من تمارين يعني مواصل يوميا، الحمد لله جبت المركز الأول. هذه البطولة حققنا المركز الثاني وان شاء الله البطوله الجايه ان شاء الله الاول، نقول ان شاء الله باذن الله. طبعا المنافسات مع الوحده، لعيبه الوحده ما شاء الله لاعبين قدامه وخبره وابطال، يعني كان على مستوى المحافظه ومستوى الجمهوريه هم ابطال، واصحابنا ما شاء الله الحمد لله لهم الفخر انهم ينافسون الابطال. اللعبه تعتبر على اوزان، اوزان محدده فيها لعب مواليد سنيه، يعني عندك من البطوله الحين لعبه وزن 54 50 47 39 البطولة، يعني عندنا البطولة التايكوندو، لعبة التايكوندو تميت بالأوزان. أهمية هذه البطولة تكمن في إبراز واكتشاف المواهب في لعبة التايكوندو والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام وإتاحة المجال لهؤلاء للمشاركة الفاعلة في البطولات المحلية والإقليمية. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا. نهاية النشرة، تذكيرا بالعناوين. التحالف العربي يوجه ضربات موجعة لمعسكر الأمن والمركزي في صنعاء وخسائر لميليشيات الحوثي في مأرب والساحل الغربي. في فضيحة أممية جديدة، الميليشيات الحوثية تحصل على مليون ونصف المليون دولار كمساعدة عاجلة لنزع الألغام. واستعدادات مكثفة لإقامة فعالية مليونية لدعم التحركات الشعبية وانتزاع حقوق حضرموت. للمزيد من الأخبار تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.